بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم اول يوم افتتاح سينا للنعام. احنا عندنا عمر من اول اسبوع لحد 10 شهور. موجود عندنا تسمين، موجود عندنا اسر، موجود عندنا كل شيء بامر الله، في ريش، في بيض، في كل حاجه. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل يا فندم. هو حضرتك دلوقتي لو انا عايز مثلا كتكوت صغير موجود اللي عندكم؟ موجود كل شيء، لو عايز البيضه ذات نفسها موجوده عندنا. تمام. طب هل انت تعرف اللي هي مثلا فيها كتكوت ولا ما فيهاش ازاي؟ احنا كل شيء ان شاء الله هنعمله قدامك كله على البيان. تمام. بس احنا النهارده بنفتتح اول يوم. تمام. طب وحضرتك في اسر تانية؟ في اسر طبعا. في اسر تانية في حته تانية يعني موجوده ولا في اسر موجوده؟ احنا مش شايفين اللي هم دولت، في حاجه تانية؟ لا ده حاجه بس ايه، روتين كده قدام، انما الحاجه الكبيره موجوده في المزرعه التانية. تمام. المزرعة قريبة من هنا التانية ممكن نشوفها؟ موجودة، موجودة في المزرعة. تمام. طبعا هو كده ما بيعضش ولا بيعمل شيء. تمام. هو كده بهزر معاه. كده بيهزر. شوف. تمام كده بهزر. مفيش أي شيء. تمام. مفيش حد يخاف منه. هو مسلي جدا. مسلي. مسلي جدا 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 جدا. تمام. شوف يعني هو كله بيجي. طب حضرتك عندك ريش ولا ما عندكش؟ موجود ريش. الكيلو ريش بيبدأ من كام؟ بيبدأ من أول 700 لحد 1500. موجود عندك موجود يعني؟ موجود ان شاء الله. طب انت ايه تنصح ايه للشباب اللي هم يعملوا؟ الشباب ممكن يجي ياخد من عندنا. تمام. نعام. تمام. ممكن نديله علف. تمام. نديله كل شيء، ولو حب يدينا بس يدينا اللي احنا نديله تاني. تمام. يعني مش بتاعته اللي احنا نشتري منه تاني. تمام. هو في كل شيء موجود للشباب، موجود. تمام. اي حاجه للشباب موجوده ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. طب انت دلوقتي تنصح ايه بالشباب مثلا؟ عايزينك تديهم مساله ولا حاجه كده ان هم يحلوها؟ احنا عاملين مساله. تمام. للشباب. تمام. إيه لو هم حلوها في نعامه لهم هديه. نعامه هديه؟ نعامة. لا تقول لي عليها وانا احلها. لا نعامه هديه. تمام. ان شاء الله. والنعامه الهديه اهي. تمام. هي دي. هي دي ان شاء الله. هي تمام. طب هي ايه حضرتك؟ ماشي. إيه احنا دلوقتي اللي هي تعتبر فزوره وسؤال. تمام. احنا معانا 3 جرادل في الصحراء. تمام. ماشي. الجردل فيه 10 كيلو، جردل 10 كيلو، وجردل 7 كيلو، وجردل 3 كيلو. تمام. ماشي. الجردل 10 كيلو مليان لبن. لبن. لبن ولا مية؟ لا لبن. تمام. بسم الله ما شاء الله. تمام. ماشي. الجردل 7 كيلو فاضي. تمام. والجردل 3 كيلو فاضي. تمام. ماشي. احنا عايزين نقسم 10 كيلو 5 كيلو وخمسة كيلو بالظبط، ومعناش ميزان. معكش ميزان في الصيد؟ لا معناش ميزان. طب هي سهله دي والله. اللي يحلها الشباب بس يفعلوا الجرس. تمام. ويعملوا لايكات. ماشي. واحنا ان شاء الله هنختار قدام عينيهم الايه اللي هيكسب مثلا. طب ماشي. وهنسلم برضو اللي هيكسب قدام برضو في فيديو جديد. هم يفعلوا الجرس يوصل لهم كل جديد، ولايكات يوصل لهم كل جديد. تمام. واحنا مع الشباب. هو الشباب دلوقتي لو هو حابب ان هو يجي في اسر في حاجه من عمر اسبوع. تمام. في حاجه من الاعمار بقى كلها. الاعمار كلها موجوده. شهر شهرين اللي هم عايزينه. طب والسعر بيبدا من كام؟ السعر بيبدا الاسره الواحده ب 2000 جنيه. لا الاسره ولا الكتكوت؟ لا الكتكوت. الكتكوت بيبدا من 2000. تمام. الاسر بقى بتبدا من اللي هي الكبيره اللي هي الحاجه الكويسه اللي هي تشتغل معاك على طول تبدا معاك من 70000. الاسره بتبدا من 3. تمام. ايه 2 الذكر من 30. تمام. ماشي. طب قول السؤال تاني معلش عشان الناس كلها بدات اللي هي تخش على الفيديو ولازم يشوفوه كله بيسال السؤال عايزين نوضحه تاني. بيقول معانا 3 جرادل. تمام. جردل 10 كيلو وجردل 7 كيلو وجردل 3 كيلو. تمام. ماشي. الجردل ال 10 كيلو فيها 10 كيلو لبن. تمام. احنا عايزين نقسمهم 5 كيلو و 5 كيلو بالظبط، وما معناش ميزان. اتقسموا ازاي؟ اللي هيحلها طبعا احنا هنجيبه، طبعا هيتصور معانا وهيطلع معانا في الفيديو. تمام. واحنا بنسلمه. وانا قلت لك على واحده ان هي ديت هتبقى الهديه. تمام. طب يا رب احلها هنا واخدها يا رب. اللي يحلها احنا هنجيبه. يعني هل مش كلام فعل؟ لا فعل. فعلا بقول لك احنا هنجيبه وهنصور معاه. تمام. يطلع معانا. ماشي. اتفضل يا فندم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.